ينعقد المجلس الوطني للاتحاد المغربي للشغل بحضور كل القطاعات المهنية وكل الاتحادات الجهوية والمحلية عبر التراب الوطني، ثم التنظيمات الموازية من شبيبة عاملة ومرأة عاملة ومتقاعدين ومتقاعدات. ينعقد هذا المجلس في ظروف جد استثنائية تمر منها الطبقة العاملة المغربية وعموم الجماهير الشعبية، وسيمات هذه اللحظة وهي الزيادات المتتالية في الأسعار وضرب القدرة الشرائية لعموم المأجورين والفئات الشعبية، وجميد الحوار الاجتماعي، وكذلك محاربة العمل النقابي من طرف بعض أرباب العمل أمام مرأة ومسمع من السلطات العمومية. كذلك ينعقد هذا المجلس لتقييم الحصيلة النقابية لستة أشهر الماضية، سواء على مستوى التنظيم النقابي والتنقيب وجلب القطاعات الغير المنقبة، والحمد لله كانت الحصيلة جد إيجابية، بحيث مجموعة من القطاعات والاتحادات عبر التراب الوطني عقدت المؤتمرات ديالها وجددت الهياكل ديالها وفتحت الباب للشباب والمرأة لتحمل المسؤوليات. كذلك تقييم على مستوى الحصيلة ديال التكوين النقابي والثقافة العمالية التي يوليها الاتحاد المغربي للشغل أهمية بالغة لصقل مهارات الأطر النقابية، وهذه الشهر الأخيرة الحصيلة جد إيجابية، حيث المعهد النقابي للثقافة العمالية لم يتوقف عن العمل طيلة الستة الأشهر الماضية، وقد بلغت الحصيلة ديال 700 شاب وشابة الذين استفادوا من حصيلة ديال التكوين النقابي. كذلك على مستوى العلاقات الخارجية، كما هو معلوم للاتحاد المغربي للشغل علاقات دولية جد متطورة وإشعاع دولي لربط العلاقات ديالنا مع النقابات الشقيقة والصديقة، أولا في إطار التضامن النقابي الدولي، ثم من أجل الدفاع والتعريف والقضية الوطنية ديالنا ألا وهي القضية ديال الصحراء المغربية. وبالطبع في كل المحافل الدولية الممثلين ديال الاتحاد المغربي للشغل يرفعون عاليا القضايا الوطنية ديالنا وعلى رأسها القضية ديال الصحراء المغربية. وبهذه المناسبة ونحن نتكلم على القضية الوطنية، فبكل يعني أسى أخذنا علما البارحة بالموقف ديال المحكمة الأوروبية تجاه الاتفاقية ديال الزراعة والصيد البحري. فالموقف ديال المغرب ثابت، وهو موقف ديال الطبقة العاملة المغربية، إن الصحراء صحراؤنا، وإن كل منتوجات فهي ملك للشعب وللشعب الصحراوي المتواجد في التراب المغربي. وهذا القرار لا يعنينا، والنضال مستمر على المستوى الدبلوماسي، ونحن كمركزية نقابية سنترافع على هذا الموضوع في مختلف المحافل الدولية وخاصة مع النقابات الأوروبية من أجل تحسيسها على عدالة الموقف ديال المغرب. ثم في الأخير سيحتضن المغرب والاتحاد المغربي للشغل المؤتمر الدولي للاتحاد النقابي للنقل للمقر دياله في لندن، وهو أكبر تنظيم نقابي في العالم، واختارت الكتابة المفيدية المغرب والاتحاد المغربي للشغل، وسينعقد من 13 إلى 19 بمدينة مراكش بحضور 3000
مؤتمر ومؤتنيات مؤتمرة من 150 دولة ومن 300 نقابة، وهذا شرف كبير للمغرب. فكل الوسائل توجدات وإن شاء الله غادي يكون في أحسن الظروف. كما أن كما قلت لكم الاتحاد له علاقات دولية كبيرة. يوم 9 من 9 إلى 11 سينعقد في مدينة الدار البيضاء وبشراكة مع مركز التضامن الدولي سوليداريتي سنتر مؤتمر ديال المحامين من مختلف العالم، المحامين اللي عندهم العلاقة ويدافعون عن قضايا العمال. فحوالي 300 محامي من كل الدول غادي يحلوا ضيوف على الاتحاد وعلى المغرب، وبالطبع غادي يتناولوا كل قضايا العمالية والنقابية. وهذا بالطبع شرف البلاد ديالنا أن يحتضن الاتحاد المغربي للشغل هذه المبادرة القانونية الكبيرة. ثم في هذا المجلس الوطني سنتخذ عدة قرارات تنظيمية إن شاء الله. كما يجب الإشارة أننا، وهذا من البديهي، أننا سنقيم الحصيلة ديال الحوار الاجتماعي الوطني والحوارات الاجتماعية القطاعية، اللي بكل فخر واعتزاز استطعنا أن ننتزع مجموعة من الزيادات في الأجور في مجموعة من القطاعات. وهذه مناسبة باش في المجلس الوطني نحضروا اللقاء ديال الحوار الاجتماعي لجولة أكتوبر لصقل الملف المطلبي ديالنا ولمطالبة الحكومة بزيادات عامة في الأجور مرة أخرى.